السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتي جاي فيديو على إنك تشتركوا في القناة أنا أسئلة 100 مشترك واضغط لايك أنا أسئلة أكبر على من لايكات في الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين يزدون السلة في بانك واحد زويها إيدهم بيزدكم كوباية الكل بينزل إزاي كل كوباية بتنزل الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل إزاي. عن وقت بيه راح كله ناس راح كله ناس مع بعض دي بيلف الاسخان بيعمل عبد بص لف اللي فوق بعد كده ايه هيلف اللي تحت لفهم ازاي. بص هيعمل عربية ويوقفهم ونقفهم من جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش فوقت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه هتلاقي دي نوع من اللزق جامد تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه بتتشال بعد كده هيشيلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده هيحطها تاني بدل ما الغارب برميل ولا أي حاجة لأ تجيب لزق وتلزق دي بلون العمارة شوف ازاي. واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل مش بيحرك ايديه بيعمل بيدي كده رايح جاي لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيروح طاير بالحبل يقوم داون التاني بيحطه تحت المصنع في الشفاير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الأرض ويتزعف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوفها مبسوط ازاي الآلة ديت بص ولا في أي كسر دي تزحلق على الماء يفقع معايا عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح حتة الرفيعة بيفتحها بيفتح حتة الرفيعة خالص شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم بس واحد. دي برضه نوع من اللزق اللي بيجمع المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية تدف خرسانة كمان وصلها وركب في أي حاجة بس تلاقي النوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي مصورة مكسورة بيجيب اللازم دي بيلف من حوالين دي بيقطع عامل زي السلايم سلايم. بص عامل ازاي وواحد عايز يمس يلعب فيه دي برضه بيقطع حاجة فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال يقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعت التفخيم وكده تنزيل العربيات دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لازم برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن يقطع حتة غلط تطلع يعملها من أول جديد لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده. انت مثلا عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس ايه بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي بتنسفه بتنسفه بتنسفه. بص بيطلع كمان دي بتنضف الأسمنت. بص إلكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول ولا جابه من هو جاي. دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطعها وعمال يقطع تلاقي نوع من الخشب دي خشب 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 دي خشب دي برضه تقتل الفحار تتم بصنع منه جلة يصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهو جاي يمسكوا حاجة حادة اللي هما جاي يرسموا عليها يجيبوا تشوف أي حادة موت جاب موسى عشان يلعنها بإيديه هيبدأ بقى يعمل رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم دي بنعينها وخليها جامعة. عندي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت بيتوسخ شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل. بص حط اللزقة هنا كده في أي حاجة بص دي بدل ما تغير التانك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. اه بص دي برضه دي برضه بتكون نظام زي الطهي اللون اللون من المبنى وانا مش عايز اتلون وكده
دي برضه بيصنع خشب ديكور، برسم ديكور بيسموها يدوي مش آلي، فيها شكل بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دلوقتي برضه بيروح فين اللون ده؟ تاخد الصفحة ولا حاجة؟ مين بقى بيشوفها بيمشي عليه جبل في حبل وبيمشي بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، هو ما عاد يبقى عايش لك وما تهمش. ايه دي يا ابني؟ في برضه بتاعهم ولا بتاعك اللي بتاعهم؟ واو عمال يقطعهم. في برضه النحاس لون الفرق اللون، في بتاع البنات وكده بتاع البنات، في اللي بتشيل حاجة من جواها تلاقي دي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاع تلفت أي حاجة، تلفت السجاج وكده دي بتكون جواها. دي بتاع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية سكينة ملتوية. بص عمال يقطعها، ده بقى بأكبر مادة ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الأول اللي كمان يعمل فيه اختلاف عام للخيزران، بتاع الخيزران مش عارف بتستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بتستخدمه في حاجة. الخيزران ده شوف السكينة حامية ازاي، النحاس بيستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بيستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع طهي، الطهي ده اللي هو بيصنع وقت وحاجات بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنامج لحد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، لان دي سنايبر كمان. شوف دي ورق، دي ورق دي قطعها. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري هو حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه نوع من التمارين، برضه نوع من التمارين عشان يقدر نكتلف زي الفار كده، دي الفار بدون ما يعمل. واو دي برضه ملزق سبحة ملزقة أشكال بتاعت رمضان فانوس أي حاجة. عمال يعمل عمل دبدوب في الآخر. واو دي نوع برضه من الزيت، بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من بيع طهي ولا أي حاجة، دي زيت ناشف برضه. عمال يعمل. شوف دي برضه عامل زي نوع برضه.